السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم ايضا على القناه من ضمن سلسله المملحه ديال عاشوراء. جيت نقدم لكم الصابلي مالح كيجينا من الاد واروع ما يكون. ما تنساوش العدد من اللايكات واللي تعم الفائده بطبيعه الحال واللي كومونتير هكاك ولا احتاجوا شي حاجه اي مرحبا. نبداو على بركه الله بالمقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه يعني كنحتاج في القصريه كنحتاج 125 غرام من المارغرين او الزبده ديال البواطه او زبده حيوانيه لكم الاختيار انتم تعرفوا. وهنايا غادي نضيف 3 ديال القطع ديال الجبن احمر، هذاك الجبن البذوق الجبن الاحمر. غادي نضيف 3 ديال القطع، ممكن الا كان ما كانش كتضيفوا اما المربع او المثلث يعني ما كاينش اشكال. بالنسبه للبنات اللي انا عاد رديت البال ديال ما كاينش اشكال في الفيديو السابق كنت قلتها عده مرات ولكن والله ما يعني تلقائيه. نبداو نكملو صافي. من بعد ضفت 3 ديال القطع ديال الفخوماج. هاد الصابلي هذا كيجينا سهل وسريع وزوين بزاف، مذاق غايه في الروعه. كندير قليل من الفلفل الاسود اي البزار، ممكن اللي بغى عواد البزار دير السودانيه يديرها ولكن اللي بغيتو لكم الاختيار. المهم انا نعطيكم ما كانش هكا عوضوا بهكا وغتنجح معكم في كلتا الحالتين. كنضيف 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال الزيت النباتيه، فقط ما نكتروش بزاف، ما يعادل لنا ربع كاس من الزيت. من بعد غادي ندمج هاد العناصر كلهم الاول، يعني بالزبده والفرماج والزيت وداك القليل من الفلفل الاحمر. غندمج العناصر بهذه الطريقه هذه حتى غادي تنسجم ليا. يعني كما لاحظتوا المقادير قليله كتعطي واحد الكميه معقوله، ممكن الا بغيتو اكثر كديروا البنات دوبل المقادير. تقدروا ديروا 4 ديال الزبده، نص كاس ديال الزيت، 6 القطع ديال الفرماج، وديروا البزار، الملح. وانتم تشوفوا يعني الملح غادي تملحوا مزيان كما لاحظتوا، يعني احنا بغينا الصابلي ديالنا مالح ماشي بالسكر. من بعد هنايا غادي نضيف تقريبا بيضه، هنا طربتها غادي نضيف لها غير نص بيضه فقط، وهذاك الشويه اللي بقى ليا هو اللي غادي ندهن به في الاخر. فلهذا بيضه وحده راه كافياكم البنات، ما تكتروش العدد، ما تكتروش البيض، غير بيضه وحده طربوها مزيان ونديروا نصها ونصها احتفظوا به في الاخر باش ندهنوا به الصابلي ديالنا. غنبقى مستمره هكا حتى غادي ندخل هاد العناصر كلها وخاصها تنسجم ليا بهذه الطريقه هذه. انتما كما لاحظتوا كما يعني كتشوفوا الخليط ديالكم كيتجمع. من بعد هنايا غادي نضيف تقريبا واحد ملعقه ونصف ديال البذور باللعمان او الخشخاش اي البافو. صراحه كيجي زوين، ممكن ديروها البنات ممكن استغناء عليه وبلاصتو ديروا ملعقه صغيره من المطارد، يعني فعلا كيجي زوين بزاف، كنتمنى انكم تجربوه. وهنا من بعد غادي نضيف الدقيق على حسب الخليط. هنا الدقيق غادي يحتاج ليا تقريبا واحد 300 غرام ديال الدقيق، 300 حتى 400 غرام ديال الدقيق، المهم على حسب النوعيه اللي كتستخدمي. انا هنايا كنضيف بشويه بشويه. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على نوعيه ديال الدقيق ديالي، انا كل مره شنو كنستعمل، عندي 3 ديال الانواع اللي كنستعملهم وهما اللي ما كنخط يعني ما كيخطاونيش. لا داعي لذكر الاسماء، الا بغيتو نحطو لكم في الكومونتير. من بعد كنجمع العجينه بهذه الطريقه هذه حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون يعني قاصحه بزاف. من بعد هنا ما كتقصح لي العجينه كنوضعها في الثلاجه لمده ساعه، وغادي نشدها وغادي نقسمها على نصفين. ومن بعد غادي نطلق العجين ديالي بجوج ديال الاوراق، وبطبيعه الحال كنرش قليل من الدقيق وكندير بهذه الطريقه هذه. وهذه المرحله هذه ضروريه البنات، ان العجين ديالكم خصو يرتاح في الثلاجه، لانه الا ما ارتاحش غادي ديفورما لكم الشكل ديالو في الفران. خصو يكون
العجينه تكون قاصحه شي شويه، ما تكونش رطبه، واكيد خصكم تبردوها مزيان. العجينه ديالنا كتجينا مرمله بزاف، كندير هاد الطابع هذا اللي كيكون صغير على هذا الشكل هذا ديال المملاحات، او اي طابع كتفضلوا، حتى اي مرشم، او ديروا غير بشي قطعه ديال الغلاقه ديال الزيت اولا اي حاجه مهم صغيره عندكم قطعوا بها. لا داعي انكم الى عندكم حتى داك الكيسان الصغير ديال القهوه ديروا غير نص هكا هلال ولا اللي يعجبكم، لكم الاختيار، ماشي بالضروره انه يكون عندكم الطابع. من بعد هانتوما كما لاحظتوا استفت هذه الكميه هذه على في الفرن في لاطا اللي كتدخل الفرن. من بعد بهذه الطريقه هذه غادي نضيف ليها داك البيض اللي تبقى ليا، خلطته مع شويه ديال الخل هكا باش ما يعطينا شويه الزفوره صافي. ومن بعد غادي ندخلها للفران اللي كيكون سخون. الطياب ديالها كنطيبوه بحال الصابلي تماما عادي جدا، كنسخنوا الفران نقصوا عليه نخليو الحلوه ديالنا تطيب او الصابلي المالح ديالنا يطيب البسكوي. بهذه الطريقه هذه نحمروه من الفوق ومن التحت، ضروري نتحمروه مزيان باش تكون عندكم داك القرمشه. من بعد البنات هانتوما كيما لاحظتوا من بعد ما طاب ليا الصابلي بهذه الطريقه هذه حمرته، والبنات واحد الاشاره فقط قبل ما تدخلوا الصابلي ديالكم فرن تقبوه من الوسط هكا باش ما يتنفخش معاكم صافي. من بعد هنايا كيما لاحظتوا غادي نضيف عليه الجبن الاحمر غير مبشور هكا كندير في شويه، انا ما رجعتوش، ممكن ترجعوا الفرن هو سخون وطافي باش يذوب عليه هذا الفرماج هذا. انا غادي نخلي غير هكا حيت كيعجبني لوغو ديال الفرماج كيكون هكا. من بعد رشيت عليه هنا القليل من البافو ورشيت عليه شويه من البابريكا اي تحميره وقدمته بالصحه والراحه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم وتجربوها وتنال اعجابكم، فعلا كتجي لذيذه ومالحه وزوين بزاف هكا اللي ما لا تصيبوها الوليدات. احنا في الدخول المدرسي ان شاء الله نحضر معكم اي حاجه كتطلبوها. كنشكركم بزاف على الغزالات على المتابعه، والى اللقاء الى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده كنتمنى انكم تجربوها، وان شاء الله ندير معكم الفقاس الحلو باسهل طريقه لي بدون زبده ولا بيض ولا حليب ولا والو، ففعلا كيجي رائع جدا. وكنتمنى تكثروا لي من العدد ديال اللايكات وشكرا على المتابعه.